التي تحتضن اليوم سباق القوارب السريعة إكس كات جائزة الفجيرة الكبرى في اليوم الثالث. يسعدني أن يكون معي في هذه اللحظات أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية. أبو محمود نرحب بك عبر دبي رياضية، وأيضا نقول لك كل عام وأنت بخير بمناسبة اليوم الوطني 50. كل عام وقادتنا بخير، كل عام شعب الإمارات بخير، وكل عام والمقيمين على أرض هذه الدولة المعطاة بخير. ونحن سعداء بوجودكم معنا ونقل هذا الحدث اللي هي متزامنة مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي بالمرور 50 عام. العودة إلى سباقات الإكس كات بعد توقف بسبب الجائحة العالمية، الفجيرة تفاجئ العالم بثلاث سباقات لأول مرة. احنا المثل الشعبي يقول تعال ناخذ حرة الموس. البطولة توقفت مثل ما تعرف سنتين. نعم. والانطلاقة لابد تكون انطلاقة نقول قوية. نعم. وأهم من هذا كله احنا جدا فرحين بهذا اليوم العظيم اللي هو احتفالاتنا. نعم. باليوم الوطني. صحيح. نعم. فمتزامن مع الاحتفالات اتفقنا مع اللجنة المنظمة أو المنظمة الإكس كات أن ننظم ثلاث جولات. نعم. متتالية هي انطلاقة تكون قوية للمتسابقين، وكذلك بعد وقت من سنتين الواحد يهيئ نفسه للبطولات القادمة إن شاء الله. جديد الجولة جولة ومحطة الفجيرة هذا العام. الجديد أنه إحنا يعني بدينا مثل ما يقول من صفر، لأن البطولة متوقفة سنتين. صحيح. والفجيرة صارت المحطة الأساسية والرئيسية لزوارق الإكس كات من خلال تواجد كل القوارب والورشهم في الفجيرة طولها سنتين على فكرة. طيب. وبين فترة وفترة يجونا، كانوا بعد ما فتحت الأجواء بدأوا يجونا من خارج الدولة يعملوا تجاربهم، ما عدا فرق الإماراتية اللي طبعا موجودين في دبي والأبو ظبي كانوا يعملوا تجاربهم في إمارته، ولكن بالنسبة للبقية كانوا يجونا بين فترة وفترة يجهزوا الزوارق. ولكن سنتين توقف نقول مثل نسوا درس. صحيح. نعم. الارقام تشير الى 13 فريق او 14 فريق متواجد في هذا العام يمثلون 10 دول، ولكن الغايب الاكبر البطل العالمي الاسترالي مارتيمو تغيب لسبب اللي عندهم مشاكل في اللوجستيك عندهم. نعم. يعني نتمنى ان شاء الله يكونوا موجودين في السباق القادم ان شاء الله في دبي، ولكن طبعا لا تنسى عندنا الفرق الاماراتيه متصدرين، عندنا فريق اللي ماتيو كان سابق وتوقف كذا سنه رد مره ثانيه للسباقات. نعم. عندك القارب 22 هم بعد كذلك يعني تقول منافسين للبطوله هذه. نعم. كيف استقبل المشاركين وابطال سباقات الاكس كات العوده من جديد لدوران القوارب وضجيجها في البحار؟ احنا من تاريخ 22 استقبلنا اول شيء اللي هو اللوجستيك للاكس كات، يعني عملوا جهد كبير لتشغل شيء متوقف سنتين. المتسابقين يعني بصراحه بعضهم ما مصدقين انه طلع من اجواء الحجر ومن اجواء المنع ومن اجواء كذا، واجونا هنا الحمد لله في الامارات كل شيء موفر لهم. عمل لهم بعض منهم اللي ما عمل فحص عمل لهم فحوصات، الكل الحمد لله بصحة وبخير، والتباعد والإجراءات الاحترازية الموجودة عندنا الحمد لله جيدة. نعم. والكل عارف كيف يحافظ على أولا على نفسه وبعدين على الآخرين. أبو محمود بنواصل الحديث، ولكن الآن خلنا نروح للزميل محمد سعدي الحاضر أيضا بين كواليس هذه الجولة. تفضل محمد. شكرا زميل عز محمد، فعلا أجواء جميلة هنا من إمارة الفجيرة، هذه الإمارة الجميلة على الساحل الشرقي. نشاهد هنا الرصيف الأخير، هذا الرصيف زميلي محمد يعتبر المنطقة الأهم، وصول الزوارق خلاص ما في وقت ثاني للتجهيز، نشوف الزوارق في الاستعداد الأخير، وأيضا بعض المتسابقين يجهزون نفسهم هناك في منطقة التجهيزات، وبعض أيضا الأبطال بدوا بالتوافد هنا في هذه المنطقة الأخيرة، هذا الرصيف الأزرق مثل ما نشاهد فعلا الرصيف الأزرق والزوارق على هبة الاستعداد. إذا ننتظر سباق جميل وسباق ممتع هنا من إمارة الفجيرة الجميلة. بعد قليل سناخذ إن شاء الله لقاءات مع الأبطال، ولكن
نعود لك للاستديو. شكرا لك محمد. نواصل الحديث بمحمود، نتكلم ايضا عن النقاط وعملية احتساب النقاط في جولة الفجيرة. اعتقد هناك نظام جديد بالنسبة لاحتساب الارقام. هو بيني وبينك النقاط غيروا حتى بالنسبة للانطلاق للكورس، يحبوا يطوروا، والتطوير التطوير بيكون من لصالح المتسابقين. النقاط حاليا طبعا الامين العام للاتحاد الدولي موجود معنا بيننا، وان شاء الله يكون يعتمد النقاط الجديدة، ولكن انا صراحة افضل النقاط القديمة لان كانت يعني نوع من الامور نوعا ما كانت تشجع المتسابقين اكثر. ولكن ما تشوف ان موضوع عملية النقاط السريعة عجل او خلى السباق اسرع من المرات الماضية؟ اكيد طبعا بلا شك يكون اسرع، وتعرف انت عملك ثلاث جولات في مكان واحد اكتسبت نقاط اكثر. نعم. ولما تروح للنهائي للبطولة الجولتين اللي ان شاء الله تكون الاسبوع القادم في دبي، هذه بعد اهله يكون ياخذ الميداليات الاوفرول من الاتحاد الدولي. هذا العام اعتقد هناك جولات، بعد هذه الجولة راح ننتقل الى جولة دبي. قبل لا نروح لجولة دبي، حدثني عن التعاون اللي بين نادي الفجيرة للرياضات البحرية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية. تعاون بين نادي الفجيرة ونادي دبي قبل إنشاء نادي الفجيرة كان. نعم. إحنا أول جولة نظمت في إمارة الفجيرة للفئة الأولى الإكس كات، قصدي الفئة الأولى اللي كانت تعرف بالفيكتوري. نعم. في عام 98 قبل إنشاء تأسيس نادي. فبعد النجاح اللي لاقته إمارة الفجيرة وأبهر الجمهور، أمر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بتأسيس نادي يهتم بالرياضة البحرية. 99 صار عندنا نادي، وصراحة ليومنا هذا التعاون اللي بين نادي الفجيرة ونادي دبي احنا نقول تؤمم وليس تعاون. نعم. ننتقل مرة أخرى إلى الزميل محمد السعدي. شكرا زميل محمد. نحاول نلحق على المتسابقين. في معلومة مهمة، المتسابق الكويتي مصطفى الدشتي أول المتسابقين اللي كان موجود، عند الحفوز ما شاء الله كبير ومتواجد قبل المتسابقين بوقت كبير. رحب بك المتسابق مصطفى، كلمني عن التجهيز وأيضا عن هذا السباق، وأنت أول المتسابقين الموجودين في هذا السباق. يعطيك العافية. يعطيك العافية ما قصرت. بالنسبة لي أنا أول واحد متسابقين موجودين هني، لأن صراحة خلص شغلي كله وحاب أن أجهز الطراد أني أكون جاهز. أما بالنسبة للسباق نفسه، احنا ما حالفنا الحظ بالنسبه للتايم ولا في التجارب، كان عندنا اعطال كثيره في الزورق اكتشفناها هني خصوصا في الفجيره. بالنسبه حق الجو العام للسباق، الكورس جدا ممتاز، الاجواء حلوه، وعوده السباق من بعد سنتين وقت توقف لله الحمد، شيء هذا يعني يفرح بالنسبه لنا يعني. موفقين ان شاء الله. وياك يا رب حبيبي، الله يحفظكم ان شاء الله. سامحونا بعد فالكم ناموس ان شاء الله. نعم، مصطفى الدشتي كان من اول المتسابقين، ايضا مثل ما نشاهد اللجان جاهزه والاستعداد لهذا السباق. بس خبرونا عن التجهيزات وكيف التجهيزات، الامور طيبه ان شاء الله؟ يلا ما عليه، معذورين لان خلاص يعني نقول الامتار الاخيره زميل محمد. بناخذ ايضا متسابقين اخرين، ولكن نرجع لك الاستديو. شكرا لك محمد. الحفوز كبير عند المتسابقين في اليوم الختامي. فاكهة السباقات اعتقد الفرق الإماراتية خلينا نقول الفرق الخليجية بصفة عامة هي فاكهة السباقات الإكس كات. دائما انت لما يكون عندك فرق محلية وإماراتية، احنا ما شاء الله عليهم كلهم متصدرين. احنا مثل نقول امس كان تتويج كله إماراتي، وهذا نعم. وهذا فرح نفرح فيه. نعم. طبعا كل مجتهد نصيب، اللي فايز له مكانته، ايا كان هو اماراتي او غير اماراتي، ولكن لما انت مهيئ نفسك ومجهز نفسك اكيد تكون على منصه التتويج. التجهيزات اللي حصلوها او الخدمات اللي وجدت لهم في نادي الفجيره صراحه يعني مثل ما قلت قبل خلتهم يقدروا يبتدون من جديد لكن بقوه. يعني احنا وفرنا لهم الورشه المتوفره في النادي تحت امرهم، اللوجيستيك، الاشياء اللي غير متوفره عندنا في الفجيره، نرسل واحد دبي يجيب لهم قطع غيار شغله، هذه سهلت عليهم، وخاصه بالنسبه للفرق الاجنبيه. انا صراحه يعتبرون هذا
بيتهم الثاني. وفي خبر حصري اذا تحب اقول لكم. تفضل. الخبر الحصري اقول لكم انتم لاول مره وما حد سمع ولا يعرفه. والليله بتوقع في اتفاقيه بتوقع بينه وبين الاكسكات ومع الاتحاد الدولي لتنظيم لمده 3 سنوات. ثلاث سنوات يكون هذا خبر حصري. اوكي. اكسكلوسيف يقولها. نعم. 22 و23 و24 بتكون عندنا اول انطلاقه من اماره الفجيره. نعم. اذا اماره الفجيره تحجز الانطلاقه الدوليه لثلاث سنوات. ونفس الوقت احنا الاتفاقيه تشمل تخزين القوارب والزوارق خلال فتره توقف. نروح لمره اخرى للزميل محمد السعدي. تفضل محمد. شكرا زميل محمد. ايضا احد ابطالنا الاماراتيين ابطال الذهب عارف الزفين ونادر بن هندي ومعانا لان خلاص الاستعداد مثل ما نشاهد زميلي محمد تركيز معانا عبد الله بن نادر بن هندي احد المساعدين ايضا وايضا من المتسابقين في هذه الرياضه. ارحب بك اخوي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور ما قصرت. كيف التجهيز وكيف استعداد عارف ونادر في هذا السباق؟ لا ان شاء الله رقم واحد ان شاء الله نخلص الاول اليوم وتوفيق لجميع المتسابقين ان شاء الله. كيف تشوف السباق اليوم؟ هذا السباق بعد ايضا توقف سنتين. والله تعرف بعد ظروف جائحه كورونا والحمد لله نقدر نقول رجعنا اول سباق لنا الموسم وان شاء الله نختمها بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله موفقين خير ان شاء الله يا رب. مثل ما نشاهد فعلا التركيز اخوي راشد وايضا مخرجنا الكتبي المخرج الجميل شوف التركيز من عارف ومن نادر بن هندي. هذا السباق المهم لهذا الابطال اللي دائما يتحفون بالذهب دائما. وايضا نقول فالهم الناموس ان شاء الله ايضا تمثيل شرطه دبي وايضا دوله الامارات في هذا السباق. نرجع لك زميلي محمد لناخذ ايضا اجواء اخرى. تفضل زميلي محمد. شكرا لك محمد. فريق شرطه دبي منذ دخوله اوجد نوع من المنافسه الغير طبيعيه في سباقات الاكسكات. طبعا المنافسه جت بسبب وجود نادر بن هندي و عارف الزفين الخبرة. اي الخبرة. نعم. وعارف الزفين على فكرة انا بيني وبين علاقته وياي ايام الفورمولا مش الاكسكات ولا سباقات الفورمولا كان معاني تنظيم الفجيرة. اخر سباق كان الفورمولا في 2009. عارف من النوع اللي محارب يعني قلبه قوي. نعم اذكر في سباق الفورمولا كان صراحة الكل قال ما يقدر يكمل بسبب الايرباك اللي موجود في البوت بطل لكن ما توقف. قال انا سيف واموري انا عارف انه طريق ماشي والكل صراحه ما صدقنا انه بيكمل وطلع مركز الاول. فدائما هو العين على منو او المنافسه لمنو للناس المتميزين نادر وكذلك عارف طبعا خاض كم بطوله دوليه وخذ المراكز الاولى. فهذا اليوم تلقى الناس العين عليه. نعم. مع العودة هل طالب الاتحاد الدولي بإجراءات تعديلات فنية على القوارب صناعة القوارب المحركات؟ هو الصناعة دخلوا فينا في الموضوع جماعة الكوكبت اللي قالوا الكوكبت لابد يكون أعلى من الحالي. للأسف ما نظروا من ناحية اللوجستيك. اليوم لا تنسى أنك القارب هذا تحطيه في كونتينر. صحيح. إذا كبرت الكوكبت غرفة القيادة ما بديش في الكونتينر وما فكروا هالموضوع. ولكن هذا كان فقط من الشخص ما كان ملم بالإكسكاد والغرفة القيادة صراحة عالميا أعلى من الستاندر. نعم. يعني أنت في السليم مثل ما يقولون. وكانت في دراسة في إيطاليا من قبل جامعة إيطالية يدرسوا قوة تحمل غرفة القيادة أو كوكبت القيادة شافوا من أفضل من كل الزوارق. يعني حتى الفورمولا 1 فورمولا 2 وزوارق الثانية حتى الكلاس 1 سابقا شافوا تمام راحوا ورجعوا. للأسف الفيكتوري راح وغير الكوكبت. الحين إذا يطلع خارج الدولة لازم يغير مرة ثانية كابينة القيادة. هذه التعديلات تتطلب ايضا تعديلات على القوارب من فتره الى اخرى. صحيح صحيح. نعم. والمحركات كذلك يبدو يحركونها لكن المحركات الموجوده عندهم فوق ال 18 محرك احتياط. يعني انت لمده سنتين او 3 سنوات ما تحتاج تشتري محركات. فالفكره انه اول المحركات ما كانت صديقه للبيئه.
نعم. اليوم المحركات صارت صديقه للبيع. هذا تقريبا من 4 سنوات. من 4 سنوات. نعم. هي هذه. ولكن يجيك واحد من الاتحاد الدولي يبي يقول لك لا والله غير الى المحركات تغير المحركات. طيب انا غير محرك اعطني سبب مقنع. فبدات في مناوشات بين الاكس كاد وبين الاتحاد الدولي، ولكن اتوقع هم يفوزون على الاتحاد الدولي لان هو على صح. وين اليوم انا المحرك تغير لي محرك اذا كان غير صديقه للبيئه انا معك. نعم ابو محمود، على الجانب الاخر ننظر لها اهميه الحدث بالنسبه لاماره الفجيره. بصراحه الاحداث الرياضات البحريه بالفجيره منذ ان بدا انشاء الاتحاد الدولي الاتحاد الامارات والاتحاد الدولي ونادي الفجيره. انزين ابو محمود مواصل بس ننتقل من جديد للزميل محمد السعدي. نعم شكرا زميل محمد. اذا ايضا قناه دبي الرياضيه تشارك في هذا السباق ليس نقلا، العلم الاخضر ايضا نعطي هذا الشرف ايضا لاعطاء المتسابقين اشاره الانطلاق والاستعداد لهذا السباق. فعلا هذا العلم الاخضر يعتبر الاشاره الاخيره مثل ما تحدثنا قبل قليل لانطلاق السباق. شكرا للجنه المنظمه على هذا ايضا التشريف في مشاركتهم ايضا يعني تنظيم هذا السباق. ودبي الرياضيه وكاميرا دبي الرياضيه حاضره ايضا في ايضا اداره السباق. تفضل لك الكلمه زميل محمد. شكرا لمحمد، مبادره جدا جميله من اللجنه المنظمه. اذا العلم الاخضر والذي يبدا من بعده تبدا بعده القوارب بالتحرك الى نقطه الانطلاقه كان عبر زميلنا محمد السعدي. جميل جميل الفكره. فكره حلوه. نتكلم عن الحدث بالنسبه لاماره الفجيره. طبعا الرياضات البحريه من وجودها في اماره الفجيره بصراحه احنا عملنا نوع نقله نوعيه في التسويق عن اماره الفجيره. انطلقنا الى كنا في المحليه وانطلقنا الى العالميه. انت لا تنسى اليوم بفضل تنظيمنا لهذا الحدث لمده اسبوع متكامل ادور لك فندق في الفجيره ما في. نعم. تروح المطاعم الكل مستفيد والحركه زادت في اماره الفجيره. طبعا هي الحدث الاهم اللي هو احتفالاتنا باليوم الوطني، ولكن الحدث البطولات الرياضات البحريه جابت لنا ناس من خارج الدوله وليس من داخل الدوله. والبطوله محظوظه برعايه كريمه من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. هي البطولة طال عمرك منذ تأسيسها احنا يعني لنا شرف ومحظوظين انه نحصل دعم كبير من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وحضوره شخصيا لتتويج الابطال. هذا طبعا دعم كبير لنا لنادي الفجيرة، والحمد لله اليوم التسويق اللي قام فيه نادي الفجيرة ممتاز. أنا شاكر لك السيد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للرياضات البحرية على حضورك وتواجدك معنا في هذا الاستوديو، وإن شاء الله لنا لقاءات في المستقبل. إن شاء الله شكرا لكم على وجودكم وعلى نقلكم لهذا الحدث. شكرا. نعم مشاهدينا الكرام الآن القوارب تتجه إلى نقطة الانطلاق. الزميل العزيز عبد الله السويدان سيكون معلقا وواصفا لأحداث القمة العالمية للزوارق السريعة. تفضل عبد الله. إذا مشاهدينا الكرام أمسي عليكم بأجمل تحية من هنا من إمارة الفجيرة، ونحن في احتفالات العيد الوطني 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة. معكم هنا من إمارة الفجيرة دولة الإمارات المنطقة الشرقية الجميلة. الآن النسخة 10 من بطولة العالم، الجولة الأولى للموسم 2021 هنا في الفجيرة، وهذه الجولة السباق الرئيسي الثالث. الانطلاقة بعد قليل، تجهيز هذه القوارب أو الزوارق السريعة. اليوم منافسة شديدة راح تكون على تحدي كبير ما بين الفيكتوري بالإضافة أيضا إلى أبو ظبي اليوم، وأيضا شرطة دبي. وهذا الزورق الرقم 6 راح يكون حاضر بقوة بعدما أن حقق المركز الأول، وراح يكون أول المنطلقين اليوم الزورق الرقم 6. نعم توماسو بيلو وأيضا ماتيو نيكوليني، ونشوف هذه هي الزوارق سويت كات ريسينج، وأيضا شرطة دبي 3 بقيادة عارف زفين ونادر بن هندي. الرقم 4 اليوم شون تورنتي مع فالح المنصوري، ولا ننسى أيضا الفيكتوري اليوم مع إيريك ستارك بطل العالم في الفورمولا 1، ومع الوجه الجديد محمد اليماحي. إذن الآن ننتظر في هذه اللحظات ونشاهد
الاستعدادات الأخيرة نيو ستار هذا الزورق الروسي رقم 9 ميخائيل كيستيف يتواجد اليوم ولكن تحت العلم الدولي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية. نشاهد معكم الآن الاستعدادات الأخيرة، 13 زورق إذن في هذه اللحظات، ونستعرض معكم مع الانطلاقة الأولى راح يكون موجود من موناكو رقم 6، وراح يكون أيضا المتواجد من ممثل دولة الإمارات وشرطة دبي رقم 3 عارف الزفين ونادر بن هندي اللي حاليا الآن برصيد 56 نقطة يتصدر بعد السباقين الرئيسيين. اليوم لأول مرة في هذه البطولة راح يكون هناك 3 جولات أو 3 سباقات رئيسية، هذه أول مرة. إذن دورة واحدة الآن للتعريفية لمسار السباق 2 ميل و800. لاحظ الآن العدد اللي موجود اليوم 13 اللي موجودين في هذه اللحظات، الاتجاه إلى خط الانطلاق. اللفة الأولى راح تكون 2 ميل و800، اللفة المعتمدة لمسار السباق 3 ميل و4، أما اللفة الطويلة اللونج لاب راح تكون 4 ميل بحر. معناته الآن أنت في الانطلاقة الأولى راح تكون أسرع شوي، ولكن أخذ المكان في المقدم. أعتقد أن اليوم عارف الزفين سوف يبحث، شرطة دبي تبحث عن الفوز والصدارة بعد السباق الثاني، حقق المركز الثاني وحقق المركز الثالث. أيضا لا ننسى بأن شون تورنتي وفالح المنصوري من فريق أبو ظبي 4 راح يدخل بقلب المنافسة بقوة اليوم ويحاول أن يقلب الطاولة. رقم 4 متواجد الآن في الانطلاقة، ثالث واحد في الانطلاقة راح يكون أبو ظبي 4. أيضا أوفشور اللي هو الزورق ما بين أستراليا وإيطاليا، جوفياني كارتيلا ودارين، هذه راح تكون منافسة شديدة في رابع انطلاقة راح يكون. وضعية في الانطلاقة مهمة جدا. الآن أخذ الوضعية الأخيرة، لاحظ الآن رقم أبوظبي راح يكون خامس المنطلقين. أيضا أبوظبي 5 راح يكون في راشد سهيل الطاير وأيضا ماجد المنصوري، بالإضافة أيضا للمركز السادس راح يكون بعد النقاط والبول بوزيشن راح يكون سادس المنطلقين اليوم الزورق الإيطالي روبرتو لابيانو، وراح يكون أيضا هناك الفيكتوري تيم اليوم بقيادة إيريك ستارك ومحمد اليماحي. محمد اليماحي راح يكون السابع المنطلقين الفيكتوري. الفيكتوري كان حامل اللقب عام 2017، والآن في هذه اللحظات إذن شرطة دبي راح تكون في ثاني المنطلقين. نشوف ثالث زورق الآن واضح هنا في الصورة رقم 4، زورق رقم 4 العلم الأصفر مرفوع في انتظار العلم الأخضر بانتظار الانطلاقة هنا من إمارة الفجيرة. مشاهدينا إذا نحن مع الإثارة، مع الإثارة الآن في هذه اللحظات. السباق الرئيسي عبارة عن 16 لفة، لعلها فرصة لكي نتعرف أيضا على الأسماء اللي موجودة. هذا رقم 5 راح يكون اليوم بقيادة راشد سهيل الطاير وأيضا ماجد المنصوري، إنجازات كبيرة لأبو ظبي حقيقة. بطل العالم فالح المنصوري استطاع أن يحقق هذا اللقب فالح المنصوري في عام 2018 مع شون تورنتي. عام 2018 أبو ظبي 4 كان بطلا للعالم، وعام 2019 كان توم باري كورتر وروس ويلفتون اللي حقق المركز الأول. يعني النصيب الأسد كان لعارف الزفين وأيضا نادر الهندي. أول بطولة اللي فاز فيها راشد المري وسالم بن فاضل الهاملي روح دبي 11 في عام 2010، عارف الزفين في عام 2012 كان مع محمد المري فزاع 3، واستمرت اكس كات حتى هذا اليوم، هاي البطولة العاشرة الآن هنا في الفجيرة. أيضا كان فالح المنصوري وشون تورنتي واحتفالية البطولة في عام 2018. الآن 2021 بعد غياب عامين وغياب البطل أيضا الأسترالي اللي فاز في 2019، آخر بطل حامل اللقب توم باري كوتر راح يكون خارج البطولة في هذه النسخة لهذا الموسم 2021. معكم الآن في الصورة إعادة الانطلاقة مرة أخرى، تاريخ كبير. عارف الزفين ربما يكون هو أكثر من فاز بهذه البطولة،
على متن الزوارق فزاع 3 وأيضا الفيكتوري، بالإضافة أيضا الآن مع شرطة دبي 3. شرطة دبي، هذا زورق شرطة دبي يظهر في الصورة في هذه اللحظات بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي. حاليا وضعهم أفضل وضع، عندهم 56 نقطة من خلال السباقين الرئيسين اليومين الماضيين. لاحظ معاكم الآن في وضعية الانطلاقة، يعرف تماما هذا الرجل كيف يتحرك في الانطلاقة الأولى، وأهم ما يمكن هو أن تبقى متيقظا للانطلاقة الأولى. الانطلاقة الأولى جدا مهمة جدا مهمة، فبالتالي الجميع يسعى أن يكون هو في الجانب الأول في الانطلاقة، لأنه هو الجانب الأسرع للالتفاف الأولى والدوران الأول. فهي المسألة جدا جدا ضرورية ومهمة، لذلك في البول بوزيشن البحث عن المكان، البحث عن المكان، الكل يجتهد من أجل وصوله إلى هذه الانطلاقة المثالية التي تكون قريب من نقطة الدوران الأولى. فلذلك نلاحظ اليوم زورق موناكو يعني رقم 6 بقيادة توماسو أوماتي، الاثنين أخذوا أحسن موقع، أول موقع للدوران راح يكون لهذا الزورق. زورق مغمور تقريبا، ما حقق نتائج على مستوى بطولات العالم السابقة، لكن كل شيء جاهز، كل شيء جاهز. أبناء الإمارات يتواجدون الآن في ثاني وثالث انطلاقة. شرطة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دبي بوليس 3 ثاني المنطلقين. شوف الصورة معاها الآن، معاه جنبا بجنب أبو ظبي 4، شون تورنتي وفالح المنصوري. العلم الأصفر، إذن الاستعداد مشاهدينا، استعدوا استعدوا، الانطلاقة راح تكون سريعة جدا، الانطلاقة راح تكون سريعة جدا في هذه الأثناء. معاكم مشاهدينا الكرام في كل مكان هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارات الفجيرة والعلم الأخضر، العلم الأخضر والسباق الرئيسي الثالث الفيصلي ما بين هذه الجولة الأولى. تنطلق في هذه اللحظات الزوارق الآن بسرعة كبيرة ودفع المحركات. إذن الآن انطلاقة ناجحة موفقة، نلاحظ الانطلاقة قوية هنا لفالح المنصوري. فالح المنصوري الآن وزورق رقم 5، يا سلام زورق رقم 5 يتقدم الآن. راشد سهيل، راشد سهيل الطائر مع مايد المنصوري في انطلاقة قوية الآن مع نقطة الدوران الأولى، هذه نقطة الدوران الأولى وتقدم واضح. الفيكتوري، الفيكتوري، الله، الفيكتوري أيضا يتقدم الآن، الفيكتوري يتقدم جنبا بجنب لنقطة الدوران الأولى، ولكن الأفضلية، الأفضلية تبقى مع الزورق أبو ظبي وأيضا زورق الآن. الله، يتقدم يتقدم شرطة دبي، شرطة دبي تزيد هنا نقطة الالتفاف، أخذ الأدفانتج الآن والأفضلية ومنافسة قوية. الله عليك، الله عليك يا عارف، الله على الخبرة، الله على الخبرة، ولكن حذاري. شوف موناكو الأزرق، موناكو هو الأزرق، اللون الأزرق، وين رايح، وين وين أمام الزفين. هذه هي الصورة الآن لشرطة دبي تحلق الآن هناك في الانطلاقة الأولى مع نقطة الدوران الأولى، عارف الزفين ونادر بن هندي. والآن يعرف من أين تؤكل الكتف هذا الرجل الأسطورة الذي استطاع أن يحقق هذا اللقب 6 مرات بطل العالم. إذن الآن شرطة دبي تتصدر معها بالمنافسة الآن، زورقين من الخلف الآن. الله عليك يا فالح، الله يا فالح، هذا فالح المنصوري يحاول الآن يضغط، يضغط في المركز الثالث، وموناكو، موناكو في المركز الثاني يبتعد الآن نوعا ما إلى الأمام في هذه الوضعية. المياه مساعدة جدا الآن من داخل كاسر الأمواج، وبما أن الرياح اليوم غربية فهي تساعد جدا، تساعد جدا إن لا يعني من اليابس. المياه الآن الراكدة نوعا ما هنا في داخل هذه المنطقة، فبالتالي تعطي انسيابية أكثر. لاحظ الصورة، انسيابية أكثر بالنسبة للزوارق، وعلو الأمواج يكون شبه منعدم. إذا مشاهدينا هذه المتابعة اللي نشوفها الآن هنا من على رصيف الميناء هنا في نادي الفجيرة الدولي اللي استضاف هذه البطولة بنجاح كبير في هذه الأيام الجميلة، في هذه الأيام المباركة لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة الثاني من ديسمبر من عام 1971.
نعم هنا تتجلى الصور الجميلة منذ أن دخلنا إمارة الفجيرة والأعلام، أعلام دولة الإمارات تتواجد في كل مكان على مدى 4-5 أيام الآن، والاحتفالية موجودة هنا في إمارة الفجيرة وتزامنت مع بطولة العالم والجولة الأولى لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة الإكس كات. يلا يلا لازال أوه ما أروعك يا فريق شرطة دبي. شوف شرطة دبي الآن تعض على الصدارة في المقدمة بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي. في الخلف الآن نلاحظ الفريق أيضا من موناكو، والله بدأ يأخذ عليه مسافة. حذاري من الأعطال، دخلنا مرة ثانية اللفة الثانية، هذه اللفة الثانية الآن مشاهدينا، وصلنا إلى اللفة الثانية ولا زالت الصدارة لشرطة دبي والملاحقة موجودة من موناكو رقم 6. إذا توماسو وماتد نيكوليني يحاول الآن هنا، رقم 6 موناكو لا زال في المركز الثاني، ولكن فالح المنصوري يحاول بقوة مع شون تيرنتي في المركز الثالث، وأعرف تماما بأن فالح قادر. ما شاء الله يا فالح، هذا زورق أبو ظبي، برافو برافو، سبق وأن حقق لقب بطولة العالم في عام 2018. نعم إنه زورق أبو ظبي رقم 5 يلاحق بشدة، لازالت المراكز كما هي حتى اللفة الثالثة الآن، رايحين للفة الثالثة. هذا الزورق الآن رقم 3 شرطة دبي لازال فيها الصدارة، ولكن الملاحقة واضحة من أبو ظبي. الله عليك، ولكن الفيكتوري قادم. الله يا اليماحي، الله يا اليماحي، شوف الصورة هنا، شوف الصورة والمنافسة يتقدم بشكل كبير. لما قلناها من البداية كان عنده أدفانتج جميل، والفكتوري يقاوم ويقاتل الآن، يقاتل إلى المركز الرابع وينافس الآن فالح المنصوري أبو ظبي على المركز الثالث. هذا اللي تشوفون، هذا أبشور، وينك الفكتوري؟ هذا الفكتوري في الأمام الآن إلى المركز الرابع جنبا بجنب مع فالح. شوف الصورة، المتابعة موجودة قوية الآن. إذا المركز الأول لازال مع شرطة دبي، المركز الثاني زورق موناكو 6، في المركز الرابع الثالث والرابع ما بين الفيكتوري وأيضا ما بين أبو ظبي 5، فيكتوري 7، وأيضا الزورق الرائع حامل اللقب عام 2018 فالح المنصوري وشون تورنتي. هذه اللفة الثالثة الآن رايحين له، كل لفة وتبقى الأسماء هي الأسماء التي سطرت لنا تاريخ هذه البطولة المعروفة في عام 2010، وحتى هذا اليوم في النسخة العاشرة استطاع أن يفوز أكثر من 70% من هذه السباقات والجولات. نعم إنه زورق شرطة دبي والثنائي المعروف على مستوى دولة الإمارات وفي هذه السباقات عارف زفين ونادر بن هندي. نادر بن هندي فاز بجائزة أفضل رياضي بدولة الإمارات، نعم، بعد الإنجازات الملهمة لهذا المتسابق الإماراتي. إذن الآن تشوفه موجود على متن هذا الزورق شرطة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي الآن تتقدم بشكل رائع ومثير أيضا، بالإضافة إلى المركز الثاني رقم 6 موناكو الآن يحاول في هذه الأثناء، يعني هذه هي فرصة كبيرة لتوماسو الإيطالي وماتيو في هذا الزورق. أما هنا رقم 5 كما نشاهد فالح المنصوري وشون تيرنتي بطل العالم عام 2018، أول بطولة يحققها الإكس كات كانت هنا في هذا المكان، تحديدا في هذا المسار. أيضا المسار معروف، كنت عارف المسار، حافظين المسار، ولكن دائما هم في انتظار عندما تأتي الرياح من اليابسة، يعني إذا أتت الرياح من اليابسة فهو مفيد لهم للسرعات، السرعات تكون عالية كما نشاهد الآن، يعني مناسب جدا لهم. الله يا 7، الله يا فيكتوري، إيريك ستارك محمد اليماحي الوجه الجديد هنا مع الفيكتوري، يحاول الآن في المركز الرابع، يقفز الآن إلى المركز الرابع والمنافسة لا زالت مشتعلة هنا، ولكن هنا روبرتو لابيانو وهذا أوفشور 10 اللي حقق المفاجآت. أوفشور معروف هو في المركز الرابع، لكن تراجع الآن كارتيلا جوبياني، كارتيلا ودارين هنا نيكلسن. هذه الصورة الآن رقم 96 أيضا كان في الانطلاقة الثامنة، هذا الزورق الإيطالي روسيريو، هم الاثنين الأخوة اللي موجودين على متن هذا الزورق الإيطالي، ديكولا، أبناء ديكولا. الآن نلاحظ والله إن منافسة مشتعلة قوية اليوم، 13 زورق من أقوى الزوارق على المستوى العالمي كما نشاهد الآن.
إذا هنا لازال فريق شرطة دبي يتقدم المشهد ويتقدم الآن السباق، وبدأت الآن عملية تقريبا أكثر من 140 متر ما بين الزورقين الأول والثاني. هذه الصورة، هذا الدخول، الله عليك، ما أروعك ما أروعك يا فريق شرطة دبي. إذا شرطة دبي تتقدم المشهد الآن، ولا زلنا في الدورة الرابعة، إنها الدورة الرابعة الآن من أصل 16 دورة، كل دورة فيها 3.5 ميل بحر. نلاحظ الآن هذا هو الفارق، الدخول إلى كاسر الأمواج. لازال الآن هذا الزورق من موناكو يحاول أن يبقى. إذا زورق الرقم 6 توسامو بولي مع ماتيد نيكوليني يحاول الآن هنا، شوف يحاول أن يتقدم، لكن لا، المسافة الآن ما بينهم بدأت تتقلص شوي، راح يعوض راح يعوض. وشوف الملاحقة اللي قادمة من الخلف، حذاري حذاري يا زفين، حذاري يا زفين. الآن دخلت في منطقة مهمة الآن، هنا السرعة تزيد، هنا الآن بحاجة إلى المهارة والسكيلز في عملية الالتفاف والدوران عبر البوابات الهوائية اللي تشوفونها الآن. لاحظ الوضعية الآن، شوف هذا رقم 6، هذا رقم 6 الآن من موناكو، هو في المركز الثاني، ولكن ذكاءه أنه كيف استطاع أن يتقدم بالنسبة للبول بوزيشن، فحذاري منه حذاري منه. لاحظ الآن هنا الرقم 5، هذا رقم 5 أبوظبي 5، أبوظبي 5 في راشد السهيل الطاير وماجد المنصوري، رقم 4 أبوظبي، عندهم زورقين 4 و5، 4 شون تورنتي وفالح المنصوري اللي فازوا في عام 2018 بلقب بطولة العالم، وكان أول لقب في هذه البطولة يذهب إلى أبوظبي. نعم أبوظبي 4، يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب، شدوا حيلكم الآن. هذا الوضع الآن باللف الخامسة، إذا الآن حذاري، هناك مركزين مركزين الآن، المركز الثاني المركز الثاني، الله، هذا هذا الزورق الروسي، الزورق الروسي ميخائيل، هذا ميخائيل وديمتري على متن رقم 9، وهذا الآن الفيكتوري 7 مع إيريك ستارك ومحمد اليماحي، الوجه الجديد مع الفيكتوري اللي موجود الآن بالمركز الرابع، والمنافسة لا زالت مشتعلة. عندنا الآن مركزين ما بين المركز الثالث والرابع، وأيضا الآن الخامس قادم من الخلف، وهو الزورق الرقم 5 أبو ظبي. الله عليكم يا شباب الإمارات، الله عليكم، هذا يومكم هذا يومكم، هذا باستا أماتو. يا له من سباق الآن، والسرعات عالية جدا كما نشاهدها الآن، ولكن ربما تتغير الأمور في لحظات. أوه رقم 17، رقم 17 الكويت، وينك يا عبد اللطيف، وينك يا عبد اللطيف العماني، هذا عبد اللطيف العماني مع مصطفى دشتي، وعودة والله عودة جميلة لزورق الكويت الآن. يا سلام، كان اسمه رهيب، غير اسمه إلى الكويت وخلاه باللون الأزرق، الله عليك يا عبد اللطيف يا أبو شموس، الله يطول بعمرك، وأيضا مزيدا من التقدم لزورق الكويت. معاكم الآن شوف بدأت الفوارق تزيد مشاهدين الكرام، إذا الزوارق الآن بدأت تتجه إلى الدورة رقم 6، والآن في انتظار الراديو مان والتوجيهات، من سوف يذهب إلى اللفة الطويلة الآن، اللونج لاب، اللونج لاب إلى متى؟ الآن الصورة 6 لفات مرت، لا زالت هناك 10 دورات متبقية. إذا الصدارة لشرطة دبي، شرطة دبي عارف الزفين نادر بن هندي، الصدارة على بعد تقريبا 100 متر بينه وبين الزورق الرقم 6 موناكو. الآن الصورة مع عارف الزفين، السرعة ترتفع هنا في هذه الجزئية داخل كاسر الأمواج. إذا الآن هنا رقم 6 في المركز الثاني، رقم 5 يحاول، الرقم 5 يحاول بشدة الآن هنا، الله عليك الله عليك يا راشد سهيل الطاير، بطل من أبطالنا في الدراجات المائية، وأيضا حضور مميز مع السباقات هنا البحرية، خصوصا مع الإكس كات. فالح المنصوري الآن هنا في الصورة رقم 4، أبو ظبي 4، أبو ظبي 5، الآن رقم 96، هذا كان الفرنسي تذكرونه، هذا الفرنسي كان الآن روسيريو ابناء ديكولا في هذا الزورق. يلا يا شباب، هذا الروسي، الروسي حقق مره لقب جوله من الجولات، كانت مفاجاه لهذا الزورق الروسي، الروسي اليوم تحت العلم الدولي للاتحاد الدولي للرياضات البحريه. لاحظ معاكم هنا ايضا رقم 16 ايضا بدا يتقدم الان، هنا رقم 16 بدا يتقدم يا جماعه، بدا يتقدم،
ولكن الآن لحد هذه اللحظة الصدارة لشرطة دبي، المركز الثاني رقم 6 موناكو، إذن الآن الرقم 5 يتقدم ويتقدم مع رقم 4. ما أروعكم، الله عليك يا راشد. راشد يقفز إلى المركز الثالث الآن، يقفز إلى المركز الثالث. إذن أبو ظبي 5، أبو ظبي 4 إلى المركز الرابع، المركز الرابع الآن. وأوفشور يذهب إلى في هذه اللحظات، أوفشور إلى اللفة الطويلة. هذا أوفشور رقم 22 22 2. نعم هذا رقم 10 كان خطير، هذا الزورق الخطير كما نشاهد رقم 10. إذن الآن هنا كارتيلا بطل العالم، بطل العالم كارتيلا جافياني مع دارين نيكلسن يحاول الآن في الدورة الطويلة اللونج لاب، اللونج لاب رايح لللونج لاب اللي هي 4 ميل بحر. وهذا 17 الكويت عبد اللطيف العماني ومصطفى دشتي، ويلا يا شباب الكويت، هذه هي المنافسة الآن مشتعلة لا زالت، والفوارق هي عبارة عن ثواني. إذا ربما تتغير هذه المنافسة في أي لحظة من اللحظات، ولكن لحد هذه اللحظة مين اللي راح لونج لاب هذا هو الأهم من كل شيء. شرطة دبي لا زال الكويت رايح، رايح الآن إلى اللونج لاب عند اللف السادس. هذا عبد اللطيف راح لللونج لاب، طبعا هنا يعتمد على فريق العمل، على الراديو مان، شو اللي راح يوجهك، وين راح يوصلك. معكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، القيادة العامة لشرطة دبي الآن لحد هذه اللحظة في عملية تقدم وبحث عن لقب بطولة العالم الجولة الأولى هنا في إمارة الفجيرة. أما من موناكو يأتي رقم 6، هذا رقم 6 لا زال في المركز الثاني، ولكن المفاجأة تقدم رائع لراشد سهيل الطاير رقم 5 إلى المركز الثالث. روعة، ولكن لا ننسى بأن هناك رقم 4، ما أدري إذا كان راح لللونج لاب ولا لا. نشوف الآن معاكم هنا في هذه اللحظات اللي صاروا لونج لاب، لا بعدهم يراقبون بعضهم البعض. تخيل موناكو ورقم 4 ورقم 5 أبو ظبي، بالإضافة إلى شرطة دبي وأيضا HPI Racing Team وهو اللي موجود في المركز الخامس يحاول أن يعني اللي شاهدنا اليوم أول مرة اللونج لاب هي عبارة عن لفة طويلة من ضمن لفات السباق 16. أنت كفريق تختارها متى، هي مجبورة عليك متى تأخذها. وإذا أحيانا إذا الحكم أعطاك بنالتي ممكن يجبرك بلونج لاب، إذا عملت اختصار، نزلت على البوابة، شيء من هذه الأمور يعطيك غرامة أو خطأ عقوبته أنك تعمل لونج لاب. فأنا ألاحظ أن النيو ستار سوى لونج لاب مرتين، كان عليه عقوبة أعتقد. نشوف معكم الآن أبو ظبي 5 لهذا التراجع، يذهب الآن إلى اللونج لاب. رائع يا فالح، عفواً مو فالح، رقم 5 فيها راشد سهيل الطاير. نعم راشد سهيل الطاير يتقدم الآن في اللونج لاب في انتظار أيضا شرطة دبي، هل تذهب إلى اللونج لاب أم لا. هذا القرار سوف يبقى مع راجيش الراديومان المعتمد لدى شرطة دبي الآن، خبرة كبيرة راجيش طبعا معروف كان مع الفيكتوري سابقا. الآن شوف الصورة رقم 8، هنا عملية حسابية ومعرفة أيضا للوضعية لكل الزوارق، فاحترام الخصم واجب في مثل هذه السباقات. لا تستهين بأي زورق، عليك أن تعرف تماما أين هو وأين الوضع بالنسبة لهذا الزورق المنافس مهما كان. رقم 3 لازال ما أخذ اللونج لاب، رقم 6 بعدم نفس الشيء ما أخذ اللونج لاب، هذا رقم 6. إذن الآن كما نشاهد توماسو وأيضا ماتيد رقم 6 موناكو لا زالوا موجودين في المركز الثاني خلف شرطة دبي وعلى بعد تقريبا 60 70 متر 80 متر. أعتقد بأنها هي عبارة عن ملاحقة ومتابعة، يعني أعتقد ذلك، يعني أعتقد بأن التعليمات لدى هذا الزورق رقم 6 موناكو أن إذا قام هذا الزورق شرطة دبي بالدوران لللونج لاب اذهب معه. خلونا نشوف، أنا أحس هذا الأمر راح يصير، خلونا نتابع نشوف. هذا أمر تحليلي بسيط متواضع مني. رقم 5 برافو يا راشد، برافو والله، برافو عليك.
برافو يا راشد. ماجد المنصوري وراشد على متن زورق أبو ظبي 5، وهذا رقم 4 الآن، وسووا اللونج لاب هم الاثنين، هم الاثنين لونج لاب، والآن حاليا في المراكز الثالث والرابع. الآن يتقدم النيو ستار، يتراجع الفيكتوري، الفيكتوري عند لفتين لونج لاب، واعتقد أن هذه بسبب ما لا أعرف السبب، ولكن في هذه اللحظات تشوف هذا نيو ستار يحاول أن يتقدم الآن. ترى نيو ستار فاز بأكثر من جولة، وأيضا كان من الزوارق اللي تخوف مع مشاركته الأولى عام 2017 الزورق الروسي. حاليا مرة أخرى أوفشور، هذا رقم 10، هذا أوفشور 10، تاريخ كبير من الإنجازات، هذا الزورق الإيطالي. وفورستي أيضا الإيطالي الآخر، وفورستي هو انطلق تقريبا سادس المنطلقين، خصوصا يعني إذا كنا قلنا عن روبرتو لابيانو اللي موجود على متن هذا الزورق. نشوف هذا هو رقم 22 الآن، ومرة أخرى تعود الصورة إلى الرقم 17 الكويت، عبد اللطيف العماني ومصطفى دشتي. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نشهد معكم الآن ونحن في الدورة الرقم 7، وهذه الدورة هي الثامنة، وقد انتصف السباق ونحن في النصف الآخر من السباق، ولا زالت الآن المنافسة شيء. اليوم زوارق أبو ظبي خذت استراتيجية معينة، يا ترى هل تنجح هذه الاستراتيجية؟ شوف رقم 5، شوف شوف الطاير، شوف راشد سهيل الطاير الآن، راشد السهيل الطاير مع مايد المنصوري، ومعاهم ايضا رقم 4 فالح، هذا ابو ظبي 4 فالح. يا سلام يا سلام يا فالح، هذا فالح وشون تورنتي في المركزين الثالث والرابع، سووا اللونج لاب. حذاري حذاري الان لشرطه دبي، لان الفوارق الان اصبحت قريبه جدا، لا تزيد اكثر من 7 إلى 9 ثواني. أعتقد بأن شرطة دبي الآن يجب أن تفهم أن الوضع ليس بالسهل، لأن أنت أمامك أيضا لونج لاب، أمامك لونج لاب لحد الآن ما عملتها، وهذه الوضعية لازالت لصالح الآن شرطة دبي، ولكن أيضا في خطورة قادمة من زوارق أبو ظبي. زوارق أبو ظبي راح تشن هجوم كبير الآن في هذه اللحظات، إذا ما كان هناك الفكر والذهاب لزورق شرطة دبي لدورة اللونج لاب. خلونا نتابع ونشوف هذه المنافسة المشتعلة اليوم. إذا الآن من راح ياخذها؟ من اللي راح ياخذها يا ترى؟ رقم 22 باستا أماتو الإيطالي، ألفيردو أماتو اللي موجود الآن هنا مع سول بوباكو. والرقم 16 الآن نشوفه، رقم 16 متراجع، متراجع الآن إلى المركز التاسع، كويت الآن إلى المركز الحادي عشر، رقم 5 إلى المركز الثالث الآن، الوضعية لصالحه. برافو. المركز الرابع أبو ظبي 4، فالح المنصوري شون، نيو ستار مثل ما خبرتكم نيو ستار عمل اللونج لاب ولكن حافظ على مكانه في المركز الخامس وراح يبقى بوضعية ممتازة. نيو ستار وهو الزورق الروسي، ايه ميخائيل، ميخائيل اصبحت عنده خبرة كبيرة الان في متابعة هذه النوعية من السباقات، وايضا البدايات كيف كانت لنيو ستار حقيقة يذكرني ايضا بالزورق الاسترالي توم باري كوتر اللي بدوا في ذيل الترتيب وانتهوا بطل العالم في عام 2019. هذه الرياضة تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى خبرة، إلى ممارسة، والخبرة لا تكتسب هكذا وإنما بعد التجارب الطويلة. هكذا كانت الصورة مع عارف الزفين ونادر بن هندي، شوف شوف الصورة معهم الآن متعاملين مع السباق بشكل جميل، كنترول واضح، في هدوء اعصاب الان لدى الراديو مانز لفرقه شرطه دبي.
وضعية ممتازة. برافو يا نادر، برافو. القيادة مع أيضا في هذا الزورق لا ننسى لرجيش، هو اللي يقود الآن من على الرصيف هنا، وفي داخل الزورق الاثنين المعروفين على مستوى العالم حقيقة اللي حققوا هذا اللقب مجتمعين معا أكثر من 6 مرات. لاحظ الآن هنا الصورة مع رقم 5 هذا الطائر هنا راشد سهيل الطائر، ومع أيضا في هذا الزورق كما نشاهد أبو ظبي 5 يتواجد فالح في رقم 4 هذا مايد لويا هنا مايد هنا فالح رقم 4 فالح وشون تورنتي رقم 4. الوضعية الآن في الصورة مشاهدينا الكرام كما نتابعها في هذه اللحظات، وأيضا الترتيب لازال على المركز الأول والثاني ما بين شرطة دبي وزورق رقم 6 موناكو. المركز الثالث الآن أبو ظبي 5، المركز الرابع أبو ظبي 4، المركز الخامس الروسي نيو ستار، ورقم 6 ريسينج تيم الفيكتوري الآن بعد ما عمل عملية الدوران لونج لاب يقفز إلى المركز السادس يتقدم ويتراجع الآن أوفشور المركز الثامن. المركز السابع ريسينج، الآن فورستي في المركز التاسع، وباستا ماتو في المركز العاشر، الكويت في المركز الحادي عشر، ولا زالت الآن الوضعية في هدوء أعصاب في ثقة في أيضا تواجد بالنسبة للراديو مانز على دراية تامة وحسابات دقيقة موجودة، فبالتالي تجعل من يتواجد الآن على متن هذا الزورق بأريحية تامة في هذا التقدم. برافو والله، هو برافو والله برافو. الفنيين اللي يعرفون في هذا الأمر يعرفون أن فعلا ماشين صح ماشين صح، لكن اللي ساعدهم أيضا تواجدهم في ثاني انطلاقة واستطاعوا أن يأخذ كل منهم موقعه مع دخول كاسر الأمواج، وخصوصا تغلبهم على رقم 6. رقم 6 كان هو الأفضل، هو أول من دار أول من لف، ولكن الانطلاقة السريعة اللي كانت لعارف الزفين ونادر بالخبرة استطاعوا أن يتغلبون عليه وخذوا عليه هذا الجاب اللي نشوفه الآن. لكن الآن الوضعية أصبحت على المركزين الثالث وأيضا الرابع. بالنسبة للترتيب العام، إذا تكلمنا عن الترتيب العام، نحن عندنا الآن ترتيب العام لازالت شرطة دبي في الصدارة برصيد 56 نقطة. لا ننسى بأن أبو ظبي 4 يبحث أيضا عن النقاط، لأن أول سباق وثاني سباق كانوا متواجدين على الثلاث أوائل، على الثلاث أوائل لهم بالنسبة للنقاط. النقاط طبعا الأول يحصل على 35 نقطة، والثاني يحصل على 30، والثالث على 26 نقطة. شوف الفرق. فبالتالي الآن شرطة دبي حققت المركز الثاني مرة ومرة المركز الثالث، حاليا الآن عندها 56 نقطة. هذه 56 راح تعزز ب 35، الآن راح يأخذ الصدارة للجولة الأولى لبطولة العالم هنا بإمارة الفجيرة. أما الوضع الثاني اللي راح يكون ب 52 نقطة، من هو أبو ظبي؟ فبالتالي على أبو ظبي أن يعرف تماما أنه هو بحاجة إلى تقدم، بحاجة إلى تقدم على الأقل 30، على الأقل 30، وبالتالي راح يقلص. هناك جولة قادمة، الجولة الثانية راح تكون في دبي 9 ديسمبر هذا الشهر، فهي العملية الحسابية. أنت ممكن تفوز جولة جولتين، ممكن تخسر، ولكن في النهاية النقاط هي اللي راح تحسم لك لقب بطولة العالم في نهاية العام. هذا هو الموسم الرياضي اللي بدأ اليوم الآن لهذه الزوارق فئة الإكس كات، والمنافسة مشتعلة في الدورة الآن رقم 11 و 12، المتبقي 4 دورات. ويلا يا شباب وننتظر دورة اللونج لاب. أوه رقم 6 راح لونج لاب، رقم 6 راح اللونج لاب الآن. هذا عبد اللطيف، يلا يا أبو شموس، يلا يا بطل، يا بطل الكويت. هذا الرجل حقق المركز الثاني في إحدى الجولات في عام 2019، فرحنا له حقيقة لأنه مكافح، مكافح بشكل كبير، يعني دعم فردي وشخصي. نشوف معاكم الآن رقم 3، الله عليك، هذا فريق، هذا أخذ اللونج لاب الآن. هل راح يعدل من مركزه أم لا؟ أبو ظبي 5، أبو
ابو ظبي 5 في المركز الثالث الان حاليا. حذاري رقم 4، انت بحاجه ان تتقدم. هذا رقم 4 هنا، فالح وشون تيرنتي. رقم 4 فالح وشون تيرنتي في هذه الصوره. رقم 9 نيو ستار ميخائيل الروسي. هذا الروسي يطلع مفاجآت الآن، يقفز إلى المركز الخامس بعد ما عمل اللونج لاب. الفيكتوري 7 الأمجاد، يلا يا اليماحي، يلا يا اليماحي. اليماحي الآن هنا مع الفيكتوري يحاول أن يتقدم. برافو، يقفز إلى المركز السادس. هل هناك تغيير في المراكز؟ رقم 96 هذا الفرنسي، كان الفرنسي الآن نشوفه موجود، رقم 96، ولكن 96 في هذه اللحظات يتراجع رقم 96 ريسينج تيم. وأيضا فروستي الإيطالي رقم 16، وفروستي أيضا متراجع الآن في هذه اللحظات إلى المركز التاسع. رقم 10 ضاع اليوم، أوفشور ضاع، وهذا رقم 22 أيضا في الخلف في المركز الثالث عشر. عليه دوره الآن، عليه دوره، يعتبر عليه دوره الآن، مضروب بلفة. وضعية ممتازة للكويت، زورق الكويت. برافو يا زورق الكويت، والله ما أحلاك يا عبد اللطيف العماني ومصطفى الدشتي من دولة الكويت. والله على هذا الضغط الجميل وعلى هذا التكنيك، والله أتمنى لك تكون من ضمن التوب 5 التوب 3. نشوف وياكم مرة ثانية، هذه نقطة الالتفافة بداخل كاسر الأمواج الآن هنا في إمارة الفجيرة. مشاهدينا الكرام، إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وصلنا معكم الآن إلى الدورات الحاسمة، وشرطة دبي لا زالت الآن لم تقرر بعد متى تذهب إلى اللونج لاب. الجميع ذهب إلى اللونج لاب الآن ما عدا شرطة دبي وفروستي. فروستي ما راح لكنه مضروب بدوره. 23 ثانية يبتعد بها فريق شرطة دبي. برافو يا عارف الزفين ونادر بن هندي، هذا هو القرار الآن، يذهب إلى اللونج لاب في هذه اللحظات. يبدو لي هذا هو القرار. نعم إنه القرار، يذهب الآن في هذه الأثناء إلى اللونج لاب ويحافظ على الصدارة بعدما أن افتح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، معكم الآن ونتابع في هذه اللحظات في آخر ما تبقى من دورات للجولة الأولى بطولة العالم هنا في الفجيرة لسباقات الإكس كات، فئة الإكس كات الزوارق السريعة. إذا الآن لتصحيح المعلومة، يعني شكرا سعيد القامة كلمني يقول لي لا راحوا للونج لاب، بس أنا عندي الجهاز يعطيني ما راحوا للونج لاب إلا هو الفريق المتصدر وهو شرطة دبي. إذا شرطة دبي ذهب إلى اللونج لاب، لأن الزاوية اللي أنا موجود فيها لا أستطيع أن أشاهد اللونج لاب من مكاني الحالي، لكن اللي موجود هناك على السيف يقدر يشوفهم هم رايحين اللونج لاب ولا لا. إذا لم تلتقط الكاميرا أيضا وهو يذهب إلى اللونج لاب، ولكن هنا نلاحظ بأن بالفعل شرطة دبي عندها اللونج لاب، سوى اللونج لاب مرتين، الأمور واضحة تماما. إذا شرطة دبي الآن تبتعد بتسع ثواني بعد اللونج لاب، ورائع عمل كبير لشرطة دبي الآن. 9 ثواني، هذا رقم الآن مناسب، مريح الآن، هذه صدارة مريحة. ولكن الآن يبقى كل الأمل الآن مع المحركات. أنت الآن في رجل المحركات، أن تستمر معك حتى النهاية، ونحن في انتظار العلم الأبيض. العلم الأبيض راح يكون في أي لحظة من اللحظات،
في أي لحظة من اللحظات راح يكون العلم الأبيض. إذن المنافسة مشتعلة لازالت، ولا زالت الفرصة موجودة أمام من يتواجد في الصدارة. الصدارة لازالت لفريق شرطة دبي. إذن شرطة دبي في صدارة هذا اليوم. وأيضا المفاجأة هنا، لازال فريق موناكو الرقم 6 في المركز الثاني، ولم يستطع أبو ظبي 5-4 من اللحاق. يلا يلا يا راشد الطاير، يلا يا مايد المنصوري، يلا ما تمشي الآن، في أي لحظة ممكن يكون العلم الأبيض والدورة الأخيرة. هذا هو الوقت المناسب، الجميع أنهى اللونج لاب، الجميع الآن في نفس الوضعية. إذن هذا هو الترتيب، يلا يا شون تيرنتي، يلا يا فالح المنصوري، يلا يا شباب أبو ظبي، هذه الوضعية الآن لصالحكم إذا ما استطعتوا الآن. هذا رقم 6 موناكو ما هو بعيد، يعني ما هو بعيد، ما هو بعيد، لكن نشوف. أوه لا، هذا بدأ ياخذ الفارق، بدأ ياخذ الفارق الآن. هذه 25.9 ثواني، 11 ثانية تقريبا ما بين زورق موناكو وأقرب المنافسين من زوارق أبو ظبي، وهو الرقم 5 الطاير والمنصوري. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يعني في فرصة، في فرصة ممكن، ولكن يضع المركز الثاني بشكل كبير هذا الزورق. لاحظ الآن الفيكتوري رقم 7 يحاول أن يقفز إلى المركز الخامس، أمامه الآن النيو ستار، ولكن نيو ستار خلاص بدأ يبتعد، بدأ يبتعد. الآن أصبحت 4 زوارق فقط في قلب المنافسة وقراب على بعض، شرطة دبي وموناكو، أبو ظبي 5، أبو ظبي 4. ويلا يا شباب الآن نحن نتابع ونشاهد العلم الأبيض في أي وقت راح نشوفه الآن. خلونا نتابع، خلونا نشاهد. اليوم مخرجنا في هذا الحدث الأستاذ محمد الكتبي، زميل الجميل اللي دائما يظهرنا هذه الصور، لكن العتب عليه اليوم ما خلانا نشوف اللونج لاب اللي لفوا فيها. نشوف معكم الآن مرة أخرى هنا هذا رقم 17 الكويت يتقدم إلى المركز العاشر. الله عليك، والله نشوف فنياتك رائعة، والله رائعة يا عبد اللطيف، عبد اللطيف العماني. وهذا أول زورق وأول مشاركة، رقم 8 البريطاني، الزورق البريطاني سكوت ويليامز، هذا الزورق البريطاني مشاركة أولى لأول مرة، وارتن كامبل وأيضا سكوت ويليامز، وهو تيم جي بي فريق البريطاني، مشاركة أولى، أي أول مشاركة وأول علم بريطاني يكون في الزوارق السريعة فئة الإكس كات. فويلكم بورد لهذا الفريق البريطاني اللي الآن في هذه اللحظات إلى المركز 11. الجميع يبدأ هذه البداية المتواضعة ثم يفاجئك في الأخير، كما شاهدنا في عام 2019 توم باري كارتر كيف استطاع أن يفوز بلقب بطولة العالم مع البداية المتواضعة في عام 2017 أو 2018 تقريبا، كانت مفاجأة. أيضا نيو ستار الروسي استطاع أن يتقدم، وأحيانا يفاجئ الجميع، يعني أنت تتفاجئ القوة من وين أتت، المهارة من وين أتت لا تعرف. هكذا هي سباقات الإكس كات. رقم 6 خلاص ما راح يتنازل، ما راح يتنازل عن المركز الثاني. وياكم الصورة، شوف هذا رقم 6، رقم 6 ما راح يتنازل عن هذا المركز نهائيا. لاحظ الآن هنا رقم 5 هذا راشد وهذا فالح، فالح في رقم 4، هم الاثنين خلف بعض، 11 ثانية تفصلهم بينهم بين الصدارة. ويلا يا شباب، الصدارة إلى المركز الثاني والأول، المركز الأول يبتعد عنهم 26 ثانية، 26 ثانية عن رقم 5، 34 ثانية عن أبو ظبي، 4 عن فالح، وهذا رقم 7، رقم 7 اليوم، يعني إذا قلنا اليوم رقم 7 الفيكتوري في تقدم إلى المركز السادس الآن، لا زال في المركز السادس، نيو ستار الروسي أمامه بقيادة إيريك ستارك بطل العالم، إيريك ستارك معروف في سباقات ايضا الفورمولا، وايضا معاه الوجه الجديد مع الفيكتوري محمد اليماهي، النجوم الكبار للفيكتوري، ابطال العالم ايضا الفيكتوري في عام 2017، هذا الزورق بقياده سالم العديدي وايضا عيسى العلي حققوا لقب بطوله العالم في عام 2017. دائما ابناء الامارات على منصات التتويج في هذه البطوله. اليوم الزورق البريطاني يدشن أول مشاركة. هذه الصورة الآن للمركز 13، يتراجع إلى المركز 13. إذن الرقم 22 باستا أماتو، باستا أماتو شوف الخبرة كيف،
شباب الامارات يوم ياتيك عند الدوران لاحظ شوف الكويتي شوف يعطيك الدوران ما ينزل السرعه. اللي صار ما بين عارف الزفين وبين ايضا الزورق اللي هو رقم 6 توماسو اللي صار عند الدوران عارف الزفين ونادر ما نزلوا السرعه وزورق هناك وخف خاف يعني من الدوران انه ما يقدر يسيطر. لكن هذه هي الخبره والمعرفه وايضا جراه، انت بحاجه الى جراه. يعني هذه السباقات بالمناسبه تحتاج الى جراه وشجاعه. يعني لا تظن ان المساله مساله سهله انك انت خلف مقود، لا لا لا، مساله مختلفه مغايره تماما. انت بحاجه الى جراه وشجاعه واقدام وخبره وايضا تمارين معرفه. العلم الابيض ايضا، العلم الابيض الان في الصوره واخر دوره. هذا العلم الابيض راح يكون الان اذا لصالح فريق شرطه دبي. اذا مشاهدينا الكرام، العلم الابيض والاتجاه الان نحو خط الوصول والدوره الاخيره. الدورة الأخيرة والوضع الآن على النحو الآتي: شرطة دبي في الصدارة، في المركز الثاني رقم 6 موناكو، المركز الثالث أبو ظبي 5، المركز الرابع أبو ظبي 4، المركز الخامس نيو ستار الروسي، الفيكتوري تيم 7، في المركز السادس فورستي، في المركز السابع اتش بي ريسنج تيم، في المركز الثامن باستا اماتو، المركز التاسع والكويت 17، في المركز العاشر وايضا المركز الحادي عشر تيم جي بي البريطاني. وهذا هو الفيكتوري والمركز السادس الان. اذا الان سكوت مع اليماحي في هذا الزورق، وهنا نشوفه فورستي اللي يحاول الان ان يحسن من وضعه، ولكن بينه وبين الفيكتوري وخلفه ياتي ايضا اتش بي اي ريسنج تيم. هذه الصوره اللي موجوده معاكم الان مع الزورق اللي موجود في المركز السابع، راح ينافس الفيكتوري. ابشور يتراجع الآن هنا أيضا مع باستا ماتو اللي هو في المركز الثالث عشر الآن ويحاول أن يتقدم، ولكن هي فقط 3 نقاط سوف يحصل عليها إذا ما استطاع أن ينهي. إذن الكويت رقم 17 في هذا المركز العاشر. برافو برافو عبد اللطيف العماني ومصطفى الدشتي. مصطفى الدشتي هذه الآن الإنجازات هنا أيضا، إنجاز كبير، لقب الجولة الأولى من بطولة العالم. يتجه نحو القيادة العامة لشرطة دبي عارف الزفين ونادر بن هندي مع احتفالات العيد الوطني 50. تأتي هنا الإنجازات مع الأسطورة، الأسطورة هنا عارف الزفين ونادر بن هندي. إذا شرطة دبي تأخذ الصدارة إلى النهاية الأخيرة الآن. خلاص نعم دخلنا كاسر الأمواج، نعم 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 إنه هو الآن الفوز لشرطة دبي. والدوران راح يكون هذا هو الدوران الأخير، الدوران الأخير والانطلاقة الأخيرة، خلاص المنعطف الأخير الآن. ويلا يا شباب الإمارات نحتفل معا، شرطة دبي تفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم بعد 3 سباقات رئيسية. اليوم الختام، والختام الآن بهذه الصورة. يا سلام، المركز الأول شرطة دبي، نعم الأسطورة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، القيادة العامة لشرطة دبي بطلة الجولة الأولى من بطولة العالم هنا بإمارة الفجيرة. ألف مبروك إلى القيادة العامة لشرطة دبي. نعم المركز الثاني موناكو 6، والمركز الثالث الآن أبو ظبي 5. مبروك يا الطاير، مبروك يا المنصوري، راشد سهيل، راشد سهيل الطاير المركز الثالث، والبقية تأتي الآن. المركز الرابع فالح المنصوري، زوارق أبو ظبي ثالث رابع هذه البطولة الجولة الأولى. فالح وشون، فالح وشون على متن هذا الزورق والنجاحات المذهلة لهذا الفريق. إذا الآن رقم 9 المركز الخامس رايح الآن هذا الروسي ميخائيل، ميخائيل الآن الروسي إلى النتيجة، وهي نتيجة جيدة بالنسبة كبداية لنيو ستار
وهذا الفريق الروسي الآن رقم تسعة إلى المركز الخامس. المركز الخامس الآن مع نيو ستار. إذن ألف مبروك نيو ستار اللي استطاع أن يقلب النتيجة، اللي انطلق في المركز الحادي عشر واستطاع أن يقفز إلى المركز الخامس. هو أفضل من صنع فارق اليوم، أفضل من صنع فارق. ونقول مبروك أيضا للفيكتوري. الفيكتوري انطلق تقريبا بالنسبة للانطلاقة كان السابع ووصل النهاية بالمركز السادس، يعني صنع نوع من الفارق، كان عنده فرصة أكبر. ولكن هذه هي طبعا سباقات الزوارق والمحركات، لا تعرف إلى أين سوف يأخذك المحرك إلى النهاية أم لا. هذه الآن لقطات خط الوصول. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، المراكز الآن المركز السادس فيكتوري سبعة بقيادة سكوت، وايضا راح يكون في المركز التاسع الكويت، هذا ماخذين عليه دوره بالمناسبه، بعده باتت له دوره رقم 22. بعد الان هنا الدخول راح يكون للكويتي، هذا عبد اللطيف، الله عليك والله، برافو، قفزه نوعيه، برافو. المركز التاسع بالرغم من انطلاقته بالمركز الثاني عشر، وهذه بالمناسبه تعتبر ايضا قفزه لهذا الزورق عبد اللطيف العماني ومصطفى الدشتي من دوله الكويت والبريطاني الان الى المركز العاشر، وهذه اول مشاركه للزوارق البريطانيه واول مشاركه للعلم البريطاني في بطوله العالم لفئه الاكس كات الزوارق السريعه. نقول الف مبروك لشرطه دبي. اذا عارف الزفين ونادر بن هندي، وتحيه الجماهير وتحيه ايضا، وفي انتظار ايضا العلم الشطرنجي، احتفاليه هذا الفوز وهذه الجوله الاولى من بطوله العالم، عوده مجددا بعد غياب عامين لهذه الفئه. شكرا للقياده العامه لشرطه دبي، قدمت لنا هذا الزورق مع الثنائي المميز العالمي عارف الزفين نادر بن هندي الاخير الذي قد حقق أيضا لقب جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل رياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظيرا للخدمات الجليلة اللي قدمها لدولة الإمارات، وأيضا الألقاب العالمية الذي استطاع أن يبدأ بها مع الدراجات المائية. وأول ما بدأ فاز ببطولة العالم للدراجات المائية في عام 2003، وبعد ذلك بعد هذه الموهبة تم انتقال هذا الدراج، عندما كان دراجا دراج المائي وكان مع الدراجات المائية، انتقل إلى الزوارق السريعة، وكانت هذه الموهبة تنمو شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ألقاب بطولة العالم. وكان هذا الثنائي مميز دائما، يعني لما يجتمع عارف الزفين مع نادر بن هندي تشاهد إنجاز، هكذا هي الصورة. اجتمعوا مع الفيكتوري مع الفريق الأول اللي كان فزاع ثلاثة، إكس دبي أيضا عندما حقق في عام 2014 في بطولة العالم كانوا هم الاثنين موجودين على متن زورق إكس دبي في عام 2014-2015، يأتي مرة أخرى للفيكتوري ثم يعود مرة أخرى إلى شرطة دبي، وكانت البداية بعد انقطع عام أو عامين، ورجع 2017 ورجع مرة ثانية في عام 2019-2018 مع زورق شرطة دبي، ورعاية كريمة أيضا من القائد العام لشرطة دبي معالي عبد الله المري، وكانت أيضا البداية موفقة لهذا الزورق، زورق شرطة دبي مع هذا الثنائي المميز، وحققوا لقب. إذن جولة بطولة العالم هنا، هذه هي الجولة الأولى، وهذه هي الاحتفالية اللي شفناها قبل شوي ورفع الأيدي، ونشوف أيضا رقم 17 الكويت يأتي هنا، هذا عبد اللطيف العماني. يا ريت لو الأستاذ محمد الكتبي إذا كان ممكن يعطينا شوية زوم على العماني، عبد اللطيف العماني هو من دولة الكويت والآن يحتفل أيضا مع هذا الزورق شرطة دبي. شوف هم، والآن المركز الثاني هذا رقم 17 الكويت، والمركز الثاني هناك موناكو أيضا يحتفل معهم. الآن رفع علم الشطرنج أو علم خط النهاية، إذا الثنائي الإماراتي هنا من شرطة دبي المركز الأول واحتفالية وأخذ جولة الآن مع هذا العلم. هل سوف تبقى هذه الصورة مع الجولة الثانية القادمة في دبي؟ هناك العديد من الزوارق تنتظر هذا الإنجاز أيضا. ألف مبروك شرطة دبي المركز الأول، والصدارة للثنائي العالمي عارف الزفين نادر بن هندي، أبطال الجولة الأولى من هذه البطولة هنا في الفجيرة بطولة العالم لفئة الإكس كات الزوارق السريعة.
ثلاثة أيام من السباقات الرئيسية تنتهي في هذا اليوم بهذا الإنجاز لشرطة دبي. ألف مبروك. إذن مشاهدين الكرام، متابعين في كل مكان، نشاهد معكم الآن هذه المشاهد الجميلة وأيضا الروح الرياضية اللي موجودة من قبل الزوارق وأيضا المتسابقين والمشاركين الذين الآن قد التفوا هنا حول هذا الزورق الفائز من شرطة دبي. نقول ألف مبروك. إذن نترككم مع هذه اللقطات مشاهدينا الكرام ولنا عودة. مشاهدينا الكرام، عودة مجددا، شكرا لكم على هذه المتابعة الجميلة لأحداث بطولة العالم الجولة الأولى هنا في إمارة الفجيرة. وشرطة دبي كانت على المشهد وعلى الموعد، نعم هي من حققت لقب بطولة العالم الجولة الأولى هنا في الفجيرة بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي. وهذه الاحتفالية وصورة الاحتفالية كما نشاهدها في هذه الأثناء، نعم إنها شرطة دبي تحتفل. هذا عارف الزفين الذي استطاع أن يصل إلى لقب بطولة العالم أكثر من 6 مرات ومنذ الانطلاقة الأولى في عام 2010 أول انطلاقة اللي فاز فيها راشد المري وسالم فاضل الهاملي مع روح دبي 11، يأتي هذا البطل في عام 2012. منذ عام 2012 وهو دائما ما كان على منصات التتويج العالمية، حقق 6 ألقاب، يعود مرة أخرى. وحتى أن لقى الثنائي الجميل هذا عارف الزفين ونادر بن هندي أيضا الرعاية من شرطة دبي. شرطة دبي اليوم هذا زورق خاص وتصنيع أيضا الفيكتوري، هنا تصنيع محلي في دولة الإمارات، استطاع أن يجوب بهذا زورق العالم، استطاع أن يحقق اللقب أيضا في جولات بطولات العالم. صحيح ما استطاع أن يفوز بلقب الجولة، حقق المركز الثالث في بطولة العالم عام 2019 بعد الفوز الأسترالي المفاجئ، ولكن استطاع أن يعود في هذا الموسم مع استعدادات جيدة لشرطة دبي. نلاحظ معاكم الآن هذا الفوز المحقق وبفارق كبير. المفاجأة كانت اليوم بالنسبة لزورق موناكو اللي استطاع أن يصل إلى المركز الثاني ويقعد في هذا المركز حتى النهاية. وأيضا استطاع الزورق رقم 4 زوارق أبوظبي 4 و5 أن يبقوا في المركزين الثالث والرابع. الآن عارف الزفين في هذا الإنجاز بهذه الخبرة مع اللون الأخضر وشعار شرطة دبي، نقول له ألف مبروك لشرطة دبي، ألف مبروك لمعالي قائد عام شرطة دبي عبد الله خليفة المري الداعم الأول لهذا الفريق. ونقول مبروك أيضا وزارة الداخلية التي تدعم الرياضة في كل الميادين وأيضا ترعاها في كل مكان، والأنشطة الرياضية على مستوى وزارة الداخلية وأيضا شرطة دبي. وهذا راجيش اللي تكلمنا عنه، هذا راجيش اللي اليوم يقود هذا الفريق. نعم سعيد جدا، الوفاء ما بينهم حقيقة.
شوف يصفق الآن هذا راجيش ويصفق اللي عارف الزفين ويملك من الخبرة، هو اللي يعطيهم التعليمات، هو اللي يعطيهم أيضا القدرات. نشوف معاه أيضا حسن السويدي معاهم، محب للرياضة، أحد نجوم السباقات الطويلة بالمناسبة، حسن السويدي اللي موجود في الصورة مع راجيش. الآن هذا الوصول إلى الرصيف، نقول ألف مبروك. نعم برد على قلبك يا عارف، ويلا يا نادر، هذه هي الصورة مع شرطة دبي، ونقول لهم ألف مبروك، جولة أولى من بطولة العالم. والبقى إلى الاستوديو أو إلى الزميل المتواجد هناك في محمد السعدي، الآن هو المتواجد حاليا في الميدان مع الأبطال هناك. تفضل يا محمد. جاهزين. شكرا زميل محمد. إذن الذهب للذهب فعلا، الأبطال عارف الزفين ونادر بن هندي، مش غريبة، أول شيء ناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لك الحمد على الفوز. نهدي الفوز طبعا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وللشيخ حمدان ولي عهد دبي، ولمعالي الفريق عبد الله خليفه قائد شرطه دبي على دعمهم المادي والمعنوي لزورق شرطه دبي. الحمد لله اليوم ختامها مسك نفس ما يقولون، وختمناها بعد سنتين توقف. اليوم العوده باول جوله وببطوله كبيره وفي اجواء الخمسين، احتفالات دولتنا العظيمه. طبعا اليوم فوز لا يوصف، وبأمانة كل الشكر ثم كل الشكر لنادي الفجيرة على دعمه للمتسابقين. شفنا شيء صراحة ما شفناه، وأذكر كلمة معالي القائد، هل اليوم أنتم جاهزين وختامها مسك؟ قلنا له بإذن الله إن شاء الله اليوم ختامها مسك. جميل نادر، ناموس وأبطال ذهب، ما في غريبة على أبطالنا. أكيد لا شك هدي الفوز حق شرطة دبي، حكومة الإمارات، شعب الامارات. طبعا هذا الفوز ما بفراغ، طبعا اشتغلنا واجتهدنا والحمد لله، مثل ما تشوف ختامها مسكاني الحمد لله. اول جوله شو تعني لكم؟ وانتم ايضا امامكم جولات اخرى، كيف شفت الجوله اليوم في الفجيره؟ وايضا يعني اجواء المياه وكيف ارتفاع المياه اليوم؟ والله الاجواء مثل ما شفت، كل حد ينافس على المركز الاول، كلنا يعني قريبين على الوقت يعني في التوقيت. الحمد لله قدرنا بخبرتنا واجتهادنا نحن، الحمد لله الله وفقنا يعني. شيء كلمه وانا اشوفك تاشر صراحه. انا اشكر الطاقم الموجود. تعالوا الطاقم هذا يشتغل على قدم وساق صراحه، كل الشكر والتوفيق والفوز لهم. زين نبغى صوره الحين، تعالوا صوره مع علم الجسمه الفوز. اي نعم ثانك يو نقول الناموس. ناموس. نعم فعلا زميل محمد، دائما الذهب للذهب، ابطالنا دائما متواجدين، عارف الزفين ونادر بن هندي، هؤلاء الابطال اللي دائما. ايضا شرطه دبي، هذا الشعار الجميل واللون الاخضر الجميل اللي دائما ينشر السعاده في كل مكان. شرطه دبي حاضره في كل الرياضات، في كل المحافل الاجتماعيه، دائما متواجده في المحافل الوطنيه، فعلا يستحقون هذا الفوز. اللون الاخضر الجميل، ومو بغريب اللون الاخضر موجود في علمنا. تفضل لك الكلمة زميلي محمد. شكرا لك زميلي محمد السعدي. إذا فريق شرطة دبي يحقق السباق الرئيسي في جولة الفجيرة ويتصدر الترتيب العام. للحديث أكثر حول هذه المحطة المهمة من بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، يسعدني أن يكون معي في هذه اللحظات محمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية. عبد الله مساء الخير، بداية كل عام وانت بخير بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أن حدث ونجاح كبير صادف جولة الفجيرة، كيف تابعت هذا السباق؟ في البداية الله يرحبكم على فضله، ومساك الله بالخير والنور عليك وعلى جمهورك الكريم. في بداية خلني أهنئ سمو الشيخ سيف بن عمد الشرقي على الحدث هذا والإنجاز العالمي هذا اليوم. عودة الرياضة هذه من هذه المنصة، من إمارة الفجيرة، من نادي الفجيرة، هذا بروحه لوحدة إنجاز بعد جائحة كورونا وتوقف الفعاليات عالميا. مثل ما أنتوا واكبتوا معنا في هذا الحدث، من ثلاثة أيام ثلاث جولات متتالية، كان فيها جهد كبير من المنظمين، كان فيها جهد كبير من المشاركين كذلك، على أساس الوقوف على سلامة الحدث وإقامته في الوقت المناسب. تميز إماراتي جدا كبير في جولة الفجيرة، ومثل ما شفنا قبل لحظات عارف الزفين ونادي
نادر بن هندي وزورق شرطة دبي يتصدر الترتيب العام. وبالفعل نبارك الأخوان اللي فازوا في الجولة اليوم اللي هو قارب شرطة دبي، ونبارك لعارف ونادر على الجهد اللي بذلوه الثلاثة أيام هذه. كان فيها 222 أوفشور ريسينج الإيطالي، كل واحد منهم خذ جولة، وأعتقد التحدي بيكون جدا صعب في الجولة النهائية إن شاء الله في دبي. فريق الفيكتوري تيم ممثل نادي دبي للدولي للرياضات البحرية، تقييمك لمشاركته؟ شوف فريق الفيكتوري اليوم كل القوارب المشاركة هي فريق الفيكتوري. النجاح اللي وصله فريق الفيكتوري من ناحية التنافسية وكذلك من ناحية التصنيعية موجودة عندك في هذه الفئة، كل القوارب اللي هي من الأول للأخير هي فيكتوري تيم. فالتجهيزات أصبحت مختلفة اليوم، تجهيزات أوجه جديدة. فريق شرطة دبي كانوا ناس صاعدين من الفيكتوري تيم كذلك، فنحن اليوم دورنا إنشاء الخط الدفاع الآخر، نمثل دولة الإمارات ونرفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية. مالك عبد الله، ماذا يحتاج الفيكتوري تيم للعودة إلى الصدارة؟ لا إن شاء الله طال عمرك، نحن اليوم نجهز فريق ثاني ونجهز شباب صاعدين وواعدين، إن شاء الله بيكونون على منصات التتويج في المحافل الأخرى إن شاء الله. عبد الله، انت من الناس اللي ساهموا في تأسيس سباق القوارب السريعة الإكس كات على المستوى العالمي، كيف عايشت تطور هذا السباق الى وصولا الى جولة الفجيرة؟ شوف هذه كانت رؤية سعادة سعيد حارب في هذيك الفترة اول ما تم انشاء الفئة هذه، كانت بدايتها من 6 ليتر اللي كنا نشارك فيها ومتعايشين في هذيك الفترة، تم تنظيمها بصورة أخرى وإعادة تشكيلها تحت مظلة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في هذه الفترة، وصعدنا فيها إلى المحافل العالمية بالتعاون مع الأندية الأخرى اللي شاركت معنا في تنظيم هذا الحدث. لا يخفى عليك، يعني نحن كنا ننظم الحدث هذا بالتعاون مع نادي أبوظبي وكذلك نادي الفجيرة، ومن ثم ظهرت هي ماركة الإكس كات ورفعت إلى الاتحاد الدولي وتم اعتمادها من الاتحاد الدولي وتم ضمنها من أحد الفعاليات والأحداث العالمية اللي هي تنظمها اليوم على المستوى العالمي. في فئة الأوفشور اللي هي السباقات البحرية المفتوحة أصبح اليوم الإكس كات هو على أعلى مستويات لهذه البطولة. يعني نعم عبد الله، أيضا استغل وجودك معي وانت عضو في مجموعة البيئة التابعة للاتحاد الدولي UIN، التعديلات الجديدة أو النقاشات اللي حصلت خلال جولة الفجيرة بالنسبة للتعديلات على المحركات على الأشياء الصديقة للبيئة، كيف تحدثنا عنها؟ هو بالفعل اليوم انت لو تلاحظ الفئة هذه هي تعتبر من أول الفئات اللي تم تغيير محركاتها من المحركات السابقة اللي هي 2 ستروك كانت تضر البيئة إلى المحركات 4 ستروك التي هي آثارها أقل على البيئة. اليوم الفوتبرنت الاتحاد الدولي ماخذنها بعين الاعتبار ويحاول أن يغطي جميع أحداثه العالمية أنها تكون مصاحبة للبيئة، كذلك استحداث فئات جديدة مختصة لحماية البيئة منها السباقات الزوارق على الكهرباء، منها في أكثر عن استحداث جديد إن شاء الله قادم من الاتحاد الدولي. نتحدث أيضا أبو عبد الله أن بعد الجولة هذه القوارب ستنتقل إلى الجولة الختامية وهي جولة دبي، كان المتعارف عليه سابقا أن هناك جولة الصين جولة إيطاليا، ولكن الآن بسبب الإجراءات الحاضرة في معظم الدول الجولات جولة الفجيرة ومن بعدها جولة الختام في دبي. حدثني عن جولة دبي وما هو القادم فيها. إن شاء الله جولة دبي بتكون إن شاء الله على الأسبوع القادم، ومن هذه المنصة أدعو جميع محبين هذه الرياضة التواجد معنا إن شاء الله في هذا الحدث في موقعه إن شاء الله المعتمد. صحيح الحدث هذا اليوم أصبح يقام في الفجيرة وفي دبي، لكن هذه رسالة جدا قوية للمجتمع والعالم أن نحن حاربنا الفيروس كورونا وانتصرنا عليه، واليوم عودة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات موجودة على شاشاتكم الواسعة هذه. الأحداث زبلي أحمد، أيضا المركز الثاني للبطل تومازو، ويلكم وذ دبي سبورت شانل، كونجراتوليشن. Thank you very much. It was a challenging race. We did the pole position,
we were very hopeful for the win. We had a great start with Dubai Police, number three. But we got to the first corner, the marker, the yellow marker, together. And then on the right-hander, they had the inside line. And we were side by side. That's a lottery, of course. They had a better line, and they got out of the corner in front. And I think we were literally having the same performance, but they were in front, and they did a great job, no mistakes. We stayed put in case there was a chance to get them. Didn't happen. Second place, very happy. It's a new team, new boat, so very satisfied. You know, after Corona, was the race stop after 2 years? How did you feel about to come in and to start today in the Fujairah? It's extremely exciting to be back racing. The world stopped, now we're all back. It feels like we got back into the swing of things very quickly. I think there is even more excitement. You know, people have been sitting on the sofas waiting to go racing, so I can tell that everyone is very excited. And Fujairah is always a wonderful place. It's very dear in our heart. We always did well here. We love the place. We love the hospitality, the fans. It's a great place. We always come back with a great joy. Thank you. Congratulations again. Thank you very much. Namus. Thank you, Namus. نعم زميل محمد فعلا البطل من موناكو ويمثل أيضا تحدي كبير تفضل لك الكلمة زميل محمد شكرا لك محمد أبو عبد الله نواصل حواراتنا الأستاذ أحمد إبراهيم لما طلع أعطانا مفاجأة وخبر حصري لدبي الرياضي أن الفجيرة بالاتفاق مع الاتحاد الدولي ستنظم البطولة لثلاثة أعوام قادمة كجولة افتتاحية جولة دبي أحتاج منك خبر حصري لدبي الرياضية نحن طال عمرك دائما نسعى لاستقطاب الأحداث العالمية وتواجد دبي كالحدث الختامي لهذا البطولة من قديم الأزل يعني اليوم نحن على طاولة النقاش مع الاتحاد الدولي وإن شاء الله خلال الأيام الجاية بيكون في خبر على هذا الموضوع إن شاء الله شو بالنسبة للموقع الجديد؟ الموقع الجديد بيكون إن شاء الله عند المدخل المجرى المائي من ناحية الشرق في هذه المنطقة وين كان قائم معرض القوارب السنة القوارب مضت نعم. في هذا الموقع إن شاء الله بيكون الحدث اللجنة المنظمة أو اللجنة اللي تم استحداثها من مجلس الإدارة اللي قائمة على إقامة الحدث هذا مرت على الموقع وعاينت الموقع وحاليا النادي على قدم وساق لتحضيره واحتضان الحدث هذا إن شاء الله في هذا المكان حفل الختام متوقع أن يكون متميز إن شاء الله دائما أي شيء في دبي يكون متميز إن شاء الله هل من مفاجآت وتكريم شخصيات مميزة وحاضرة ولكل حادث حديث إن شاء الله كل حادث حديث الله. أنا عارف أنك عبد الله مرتبط أنت الآن بمراسم التكريم صحيح نعم شاكر لك حضورك وتواجدك معنا في الاستديو وإن شاء الله لنا لقاءات في المستقبل القريب إن شاء الله مشكورين وما قصرتوا وجزاكم الله الخير على هذا شكرا لك يا عبد الله نعم مشاهدينا الكرام إذن لحظات ويبدأ حفل تكريم الفائزين في جولة الفجيرة نروح لفاصل ومن ثم حفل التكريم مشاهدينا الكرام نرحب بكم من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية حيث اختتمت قبل قليل سباق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للزوارق السريعة الإكس كات نروح للزميل محمد السعدي ولقاءات مع الحاضرين شكرا زميل محمد إذن أبطالنا الذهب أيضا راشد المنصوري أو مايد المنصوري وراشد الطاير لهم حظوظ اليوم في المركز الثالث نقول لكم الناموس ورحب بكم وايضا تستاهلون كل خير الحمد لله تستحقون خير الحمد لله خلصنا السباق بالمركز الثالث كانت انطلاقتنا في المركز الخامس لكن الحمد لله قدرنا نجيب الثالث حافظنا على نقاطنا في البطوله اهم شيء عندنا في الجولات هذه ان نخلص في التوب 3 نحافظ على نقاطنا حق الجولات الجايه حق بطوله العالم الحمد لله. الجوله الاولى كيف تشوف الجوله الاولى خاصه بعد انقطاع
والله الحمد لله انقطعنا سنتين لكن ردينا بقوة، استعدينا حقها بقوة، دربنا في أبو ظبي، جهزنا الزوراق، جهزنا من كل شيء، طورنا والحمد لله من أول سباق لين هذا ثالث سباق ونحن في المنصة وحافظنا على نقاطنا وهذا المطلوب من هاي البطولة. وسنيد الناموس وأيضا اليوم تحدي قوي في بداية أول جولات كأس العالم في هذا الموسم. مساك خير، الحمد لله شو ما قال اخوي مايد جهزنا الزوارق بحسن تجهيز، الحمد لله من الجوله الاولى واحنا على المنصه، وهالمطلوب منا ان نستمر على 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 هالشيء اساسا ان نجمع النقاط، لان باقي سباقين ان شاء الله، اهم شيء ان ما نخسر ولا بوديوم اساسا الفاينل نكون مجمعين اكثر نقاط في المسابقين. تتفقون معي انتم عليكم عاتق كبير تعيدون امجاد ايضا، يعني ابطال الامارات كانوا في الفكتوري وغيرهم واليوم موجودين ابطال اماراتيين رغم ان المنافسه صعبه ولكن اسماء اماراتيين اثبتت وجودها في الاول والثاني. نعم ما يحتاج، اللي كانوا ونبونهم موجودين الا من هلنا طعمرك بواهتنا وبني عمنا، ونحن الحين ناخذ العاتق من عقبهم طعمرك، وان شاء الله وانتم دوم متنومسين وهاي الرياضه ان شاء الله دوم ان شاء الله موجوده. ما هيك تقول ايضا تاريخ الرياضه هذه من ذهب في دولة الإمارات وأنتم اليوم أبطال من ذهب تواصلون المسيرة. ما عليك قصور، كان الجيل اللي قبلنا ما قصروا ويابوا بطولات عالم ويانا نحن بعدهم والحمد لله يبنا بطولات وبنحافظ على مستوانا إن شاء الله في بطولات العالم وإن شاء الله بعد الأجيال الجاية بعد بتغطي بداننا وبيأخذون بطولات والمسيرة تمشي إن شاء الله. استهلون سال خير سال خير سال خير. نعم زميل محمد فعلا أبطال الإمارات متواجدين أبطال من ذهب، تفضل لك الكلمة زميل محمد. شكرا لك محمد السعدي. نعم إذا أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة يكتسحون المراكز الأولى في سباق القوارب السريعة إكسكات هنا في إمارة الفجيرة، السباقات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بالترتيب العام أيضا يتصدره وحائز ورايح ومتواجد في فريق شرطة دبي بقيادة الدولي عارف الزفين ومساعده نادر بن هندي، أيضا فريق الفيكتوري حاضر كان هنا في سباقات الفجيرة وظهر بمستوى جيد جدا، بالإضافة إلى فريق أبو ظبي الحائز في المساء أمس على المركز الأول في سباق الكيلو. المنافسة انحصرت بين المتسابقين الإماراتيين وهم أبطال العالم وهم من يكتسحون البطولات في مسابقات الإكس كات. نواصل نطلع فاصل وبعد قليل إن شاء الله حفل التكريم. نعم مشاهدينا الكرام، الآن يصل إلى مقر نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لحضور مراسم تكريم الفائزين في جولة الفجيرة للزوارق السريعة إكسكات والتي أقيمت على مدار الثلاثة أيام الماضية، ويتصدر ترتيبها العام فريق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي. سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولقاء مع أعضاء الاتحاد الدولي الحاضرين هنا في تنظيم السباق. خلال الفترة الثلاث أيام الماضية شهدنا سباقات في قمة التنظيم
تنظيم عالمي حضر هنا في إمارة الفجيرة في سباقات الإكس كات تزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعامها 50. والجميل جدا أن الفائزين في السباق كلهم من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to invite, please, Mohammed Harab, CEO of Dubai International Marine Club, to join His Highness on the stage. Okay, good afternoon. Today we'll begin our ceremony with the national anthem of the UAE. Mohammed Al Shaqli, Crown Prince of Fujairah, and His Highness Sheikh Saif bin Hamad bin Saif Al Shaqli, Chairman of Fujairah International Marine Club, and Mr. Thomas Court, General Secretary of the UIM, ladies and gentlemen. Under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Hamad Al Shaqli, it is an honor to have you here today to present today's winners with their awards. Fujairah International Marine Club is immensely proud to host the XCAT World Championship race this weekend as the UAE celebrates its golden jubilee. We'd like to thank His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Shaqli, member of the Supreme Council and ruler of Fujairah, for his continued support of Fujairah International Marine Club, and thank His Highness Sheikh Mohammed bin Hamad Al Shaqli for his help to ensure this event could be held once again after a two-year absence. We'd like to congratulate all the winners of today's race, and we wish all competitors the best of luck in the upcoming races. Now, without further ado, we would now like to present the medals and trophies to the top teams from today's race, race number 3. In third place, we have Boat 5, which is Abu Dhabi 5, representing UAE, piloted by Rashid Al-Taya and Majid Al-Mansouri. In second place, we have Boat number 6, representing Monaco, piloted by Matteo Nicolini and Tommaso Bolli. And in first place today, and today's winners, we have boat number 3, which is Dubai. Thank you.
And now I would like to call the team manager of the winning team to the stage, Ali Al-Mansouri. Okay, and we would now like to play the national anthem of the winning team, which is from the UAE. Al-Sharqi and Sheikh Saif bin Hamad bin Saif Al-Sharqi, would you like to present you with a token of our appreciation for your continued support? نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما شاهدنا قبل قليل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة يكرم الفائزين بجولة الفجيرة لسباق الإكسكات المركز الأول. كما شاهدنا ذهب للبطل الإماراتي عارف الزفين ومساعده نادر بن هندي وقارب شرطة دبي. أيضا نبارك للمتسابق الإماراتي الآخر راشد الطاير ومساعده ماجد المنصوري وحصوله مع المركز الثالث وقارب أبو ظبي. هذا كل ما حضر هنا في جولة الفجيرة، وعلى أمل أن نلتقي بعد أيام قليلة في جولة الختام في جولة دبي، والتي ستكون في تاريخ من 9 إلى 12 ديسمبر القادم. إلى هنا نصل إلى ختام هذا النقل المباشر. تقبلوا تحياتي وتحيات مخرج النقل الأستاذ محمد الكدبي. دمتم بألف خير.